طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية، قصة مقاتل حوثي عاد إلى أسرته بعد أشهر من تشييعه. تقرير جديد يكشف ما حدث في سجن ذمار، الحوثيون قتلوا من حاولوا الفرار من السجن بعد هجوم طائرات التحالف. ومن الصحافة العربية، كيف يغطي الحوثيون نفقات حروبهم ويرضون جيوب قياداتهم. أهلا بكم. بعد شهر من دفن جثته، عاد أحد مقاتلي ميليشيا الحوثي إلى المنزل، ولكن كيف حدث ذلك؟ التفاصيل نشرها موقع الصحوة نت. عبد الله المثنى، قصة مقاتل حوثي بعث من جديد بعد أشهر من تشييعه. وموكب من السيارات، تتقدمه سيارة مطلية بالأخضر وعليها مكبر صوت وصرة كبيرة وتابوت خشبي مغلق. هكذا زفت الميليشيات الحوثية لعائلة محمد المثنى نبأ مقتل ولدها في جبهة الحدود في 29 من مارس الماضي. عاشت أسرة عبد الله المثنى أحزانا كاذبة كالكثير من الأسر التي دأبت الميليشيات على إيهامها بمقتل ذويها لتستغل المناسبة لحشد أبناء القبيلة والزج بهم في معاركها. المفاجأة التي لم تتوقعها الأسرة حدثت يوم الخميس، عندما وصل عبد الله مع 127 أسير حرب من الميليشيات الحوثية إلى مطار صنعاء، ليزف الخبر إلى والدته بأن ابنها ما زال على قيد الحياة وقد عاد بكامل صحته. ووفقا للموقع، فإنه لا أحد يعرف من هو القتيل الذي دفنته الأسرة، وذهبت الأم كل يوم لزيارة قبره، ولا ما هو حال أسرة صاحب الجثة، ولا أين هم. وتجبر الميليشيات الحوثية أهالي القتلى في صفوفها على الاحتفال وإقامة ولائم ومراسم دفن، وتمنعهم من التحقق من هوية الجثة أو النظر داخل الصندوق الخشبي. أحرقت ميليشيا الحوثي 3 من ناقلات البضائع قرب الحديدة، ولكن كيف تم ذلك؟ وفقا لموقع عدن الغد، الحوثيون يحرقون 3 سيارات لمواطنين في نقطة المحجر بالحديدة. أحد المواطنين وهو سائق شاحنة نقل ثقيل قال بأن عصابة من عناصر الحوثي يقودها رجل يحمل لقب عريج قامت بإطلاق الرصاص على شاحنات كانت محملة بالألعاب النارية، الأمر الذي حولها إلى كتلة من النيران تحرق بعضها. وأضاف صاحب السيارة المحترقة بالكامل، اشتعلت الناقلات 3 وتمكنت سيارات أخرى محملة بهياكل دراجات نارية من الهرب، فيما الشاحنات التي كانت محملة بالألعاب النارية تحولت إلى رماد. وأضاف أن النقطة طلبت منهم مبالغ ضخمة قبل أن يطلقوا النار على السيارات 3، وقال: أخبرناهم أننا ندفع في النقطة التالية، فقالوا: إما تدفعوا لنا أو الموت. متى ينتفض اليمن؟ يتساءل الكاتب المصري عبد الحليم قنديل في صحيفة القدس العربي مضيفا: ليس هناك هدف سياسي نبيل من وراء الحرب الجارية في اليمن، فالحوثيون ملكيون، عنصريون، سلاليون، رجعيون، والأطراف المقابلة تدعي نسبا إلى معنى الجمهورية، وباستثناء الناصريين والاشتراكيين وفئات أخرى أصغر قد لا تجد غير تشكيلات رجعية تدعي انتسابا للإسلام المتسلف أو لنصرة عائلة علي عبد الله صالح، وتخلع على نفسها أردية عصرية لا تكاد تخفي طبائعها القبلية والجهوية، إضافة لجماعات الانفصاليين في جنوب اليمن وطوائف أكثر ممن حولوا الحرب إلى مهنة في ذاتها، وينقلون البنادق من كتف لأخرى بحسب اتجاهات الربح المالية والارتزاقية، ولا يؤمنون بأي قضية أو مبدأ سوى غواية الحرب من أجل الحرب ومضاعفة بؤس ما تبقى من المجتمع اليمني الذي يجتاحه الجوع والمرض مع انهيار كل وجود للدولة بعد أن تحول اليمن إلى خانة الدول الفاشلة بامتياز. فهل تتحقق معجزة وينتفض اليمن؟ هذا ما نأمله، وإن كانت الحوادث لا تجري بالنوايا الحسنة وحدها، لكن اليمن رغم عمق جراحه ونوافير دمه السيالة
وتعدد وجوه مأساته الحاضرة، هذا اليمن المبتلى قادر فيما نظن على اجتراح المعجزة من جديد، وقادر على الانتفاض مجددا تماما كما فعل مرات من قبل في انتفاضات الجمهوريين اليمنيين ضد الملكية الإمامية المتحجرة، وفي الصمود الأسطوري لأبناء وبنات ثورة 26 سبتمبر من عام 1962، وفي الكفاح المسلح للجنوب اليمني ضد الاحتلال البريطاني، وفي صياغة هدف واضح قاطع لانتفاضته المأمولة التي إن جرت بإذن الله فسوف تستقطب مشاعر وتأييد أغلبية المواطنين اليمنيين. المهم أن يبدأها أحد يخرج من الاستقطابات الحربية كلها ويطلب نجدة الناس العاديين، فاللحظة العربية الراهنة هي لحظة المواطن العادي المتجرد البريء من كل ميل إلا الولاء لأشواق الكرامة والحرية. واليمنيون هم أكثر العرب الحاضرين احتياجا لانتفاضة سلمية، ندعو القوى المدنية اليمنية الحية إلى البدء بها ثم يطورها الجمهور الواسع المبدع، وبوسع الشعوب حين تصحو لحقوقها أن تصنع المعجزات وأن تهزم صناع المآسي. حقائق جديدة تتكشف حول استهداف المعتقلين لدى ميليشيا الحوثي في سجن دمار والذين قصف التحالف سجنهم الجديد. إن عناصر ميليشيا الحوثي انتشروا في محيط السجن وأقدموا على قتل كل من حاول الهروب من القصف، وعنونا المصدر أونلاين. القبر الكبير، طيران التحالف استهدف الناجين في كلية المجتمع بالصواريخ والحوثيين أطلقوا على الفارين الرصاص. وقال تقرير حقوقي إن طيران التحالف تعمد استهداف المختطفين الناجين من قصف السجن كلية المجتمع بمحافظة دمار مطلع سبتمبر الماضي، وأن من نجا منهم لحقته رصاصات عناصر جماعة الحوثي. وأضافت رابطة أمهات المختطفين في تقرير بعنوان القبر الكبير أن من نجا من السجناء لحقته رصاصات عناصر جماعة الحوثيين الذين تعقبوا الفارين لإعادتهم إلى المعتقل. واتهم تقرير جماعة الحوثيين بالتباطؤ في رفع الأنقاض، حيث ظلت عدد من الجثث إلى اليوم السابع وهي تحت الأنقاض، وسجلت الكثير من الحالات بوفيات دون جثث أو أشلاء. وأوضح التقرير أن الميليشيات تعاملت بشكل غير إنساني مع أهالي الضحايا وأقدمت على احتجاز بعضهم، كما ظلت عشرات الأسر لا تعرف مصير أبنائها، هل هم من الناجين أم من ضمن الضحايا. تقع الثروة السمكية في موقع محوري ورئيسي من الاقتصاد الوطني في اليمن، وتمثل صادراتها وإيراداتها أحد مصادر الدخل الوطني الأساسية للبلاد، غير أن هذا القطاع الحيوي لقي نصيبا من التدمير والتخريب خلال فترة الحرب التي ما زال اليمن يعاني منها حتى اليوم وفقا لموقع المشاهد نت. الثروة السمكية، بدء مرحلة التعافي وتجاوز أضرار الحرب. منذ بدء الحرب تعرض قطاع الأسماك في اليمن لخسائر كبيرة نظرا لتخريب البنية التحتية لمراكز الإنزال السمكي في المدن الساحلية، ونزوح الصيادين من مناطق القتال وتدمير قواربهم التقليدية، بالإضافة إلى توقف عمليات التصدير عبر الموانئ اليمنية، بالإضافة إلى سقوط العشرات من الصيادين ما بين قتيل وجريح نتيجة تعرضهم للقصف أو مشاركتهم في الدفاع عن مدنهم وقراهم، خصوصا في مناطق عدن والمخا والحديدة، وكذا وقوع العشرات منهم في الأسر والاعتقال لدى جماعة الحوثي. وزير الثروة السمكية فهد كفاين أكد أن الصادرات اليمنية من الأسماك إلى الخارج تنامت خلال العامين الآخرين بعد أن بدأ القطاع السمكي بالتعافي نتيجة اهتمام الحكومة. وقال أن صادرات اليمن من الأسماك والأحياء البحرية تصل إلى 34 دولة عربية وأسيوية وأفريقية، بالإضافة إلى دول أوروبية كفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، فضلا عن استئناف أنشطة الإحصاء والرقابة في 61 مركزا للإنزال السمكي في سواحل المحافظات المحررة. كثرة حرائق وقلة إطفائيين، تحت هذا العنوان كتب محمد الرميحي مقاله في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا: ونحن نستعد لدخول عقد جديد ووداع عقد آخر اتصف بنسبة عالية من الصراع المجتمعي، يمكن بسهولة وصفه بالعقد العربي المضطرب. ماذا نتوقع في المشهد العربي العام من أحداث في عقد قادم؟ يمكن تلخيص ما سوف نراه بكثرة الحرائق وقلة الإطفائيين. وحتى يمكن فهم ديناميات ذلك التغيير، نستعير على سبيل المثال للحصر مثالاً من تجربة غربية حدثت في فرنسا.
فقد هزمت الأخيرة من قبل روسيا بعد حرب ضروس فقدت فيها عشرات الآلاف من الجنود الفرنسيين في بداية القرن التاسع عشر بعد أن كانت منتصرة. وتنبه أحد المتمولين الفرنسيين إلى أن الهزيمة ليست بسبب نقص في العدة أو العتاد، ولكن بسبب نقص فادح في معرفة المجتمع الآخر، فقرر أن ينشئ معهداً تتعلم فيه النخبة الفرنسية فنون السياسة والعلاقات الدولية، وتحول ذلك المعهد لاحقاً إلى ما يعرف اليوم بجامعة سيانس بو، المدرسة الشهيرة التي خرجت أفضل سياسي فرنسا في العصر الحديث، حيث تؤهلهم لمعرفة مجتمعهم والمجتمعات الأخرى على منهج علمي. لقد استقر الباحثون اليوم على أن معرفة النفس والآخر معرفة علمية لا عاطفية على منهج اجتماعي وثقافي هي الأصعب، حيث تشكل الفرق بين الحرب والسلام وبين الاضطراب والاستقرار. هناك متغير أساسي يريد البعض أن يتجاهله، ذلك المتغير أن المجتمعات اليوم تعيش حالة اتصال مع العالم وحالة انتقال غير مسبوقة، وتتوق إلى حل مشكلاتها الكلية، فهي لا تبحث عن المخلص بل تبحث عن الخلاص بتبني الأدوات الحديثة في الحكم والإدارة المتكئة على المأسسة وحكم القانون وحقوق الإنسان. لا بد من الاعتراف بصعوبة القراءة الاجتماعية في فضائنا العربي، لأنها تمس شرائح المجتمع التي تحتفظ في مخيلتها ببناء ثقافي شبه صلب، تغييره أو حتى الكتابة حوله يواجه مقاومة من تلك القوى الاجتماعية التي ترى في القراءة الاجتماعية الناقدة تهديداً لمكانتها. ضعفت ميليشيا الحوثي من الإيتاوات والجبايات المفروضة على المواطنين والتجار في مناطق سيطرتها، وسنت في سبيل ذلك تشريعات عدة وفقاً لتقرير صحيفة الشرق الأوسط بعنوان: كيف يغطي الحوثيون نفقات حروبهم ويرضون جيوب قياداتهم؟ وتحدثت مصادر اقتصادية عن ارتفاع إيرادات الميليشيات الحوثية خلال العام الحالي بشكل كبير جدا، وعدت أن ذلك الارتفاع نتيجة لاستمرار نهب الميليشيات مقدرات الدولة ومضاعفاتها للجبايات والإيتاوات المفروضة على مختلف الشرائح اليمنية. ويقدر متابعون اقتصاديون ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية للميليشيا الانقلابية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية للميليشيا. وفرضت الميليشيات وفقا للمصادر الاقتصادية التي تحدثت مع الشرق الأوسط مبلغ مليوني ريال يمني رسوما جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها. حذرت مصادر عاملة في المجال الإنساني باليمن من إمكانية حدوث كارثة إنسانية في حال تجدد سقوط الصخور والحجارة من المرتفعات على منازل المواطنين في قرية ذريحة السفلى بمديرية بني مطر التابعة للعاصمة اليمنية صنعاء بسبب هطول الأمطار، وعنونت صحيفة العربي الجديد: الانهيارات الصخرية تهدد بكارثة إنسانية في صنعاء. وقال مندوب الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في مديرية بني مطر فؤاد مجاهد للعرب الجديد أن نحو 12 منزلا في قرية ذريحة السفلى في مديرية بني مطر معرضة للدمار كليا حال تجدد تساقط الصخور والحجارة من المرتفعات الجبلية. وأضاف أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على القرية خلال الأيام القليلة الماضية تسببت بتساقط الصخور والحجارة على منازل المواطنين، ما أدى إلى دمار 6 منازل، 2 منها كليا و4 جزئيا، ونفوق كثير من المواشي التي كانت بداخلها. وأكد أن إجمالي عدد المتضررين في قرية ذريحة من الانهيارات الصخرية حتى الآن يبلغ 53 شخصا، جميعهم يعانون ظروفا إنسانية صعبة إذ اضطروا للنزوح إلى خارج القرية والسكن في الكهوف لعدم امتلاكهم المال. عن ذكرى يوم الاستقلال المجيد كتب يوسف سعيد أحمد مقاله المنشور في موقع عدن الغد مضيفا: تحل الذكرى 52 لـ30 من نوفمبر للاستقلال الوطني المجيد من الاستعمار البريطاني المباشر الذي جثم على الجنوب 139 سنة. هذه الذكرى ستظل عزيزة على شعبنا يتذكرها باعتداد كجزء من تاريخه الأصيل والبطولي، لأنها لم تأتي كمنحة ولكنها جاءت بعد تضحيات ومحصلة كبيرة قدمها شعبنا في سبيل الوصول إلى هذا اليوم المجيد.
عدن كان يمكن أن تكون سنغافورة الشرق الأوسط لو ضمنت دولة الاستقلال بقاء المصالح البريطانية في عدن، لكن بدلاً عن ذلك وجهنا في إجراءات التأميم ضربة بالغة لمصالح الجنوب، وشكلت مرحلة فارقة أعدتنا عقوداً إلى الوراء بعد أن طال التأميم مصالح وأملاك القطاع الخاص التجاري والمالي المحلي والدولي. غياب النخب الواعية التي حكمت الجنوب بعد الاستقلال أو التي غيبت أخفى عنا البوصلة في التطور والتقدم، وغابت الحكومة التي تفكر وتوظف علاقاتها الخارجية بعد حصول الجنوب على استقلاله لخدمة مصالح شعبنا ولتطوير البلد اقتصادياً. كما أبعدتنا السياسات الإقصائية الاشتراكية عن التنمية التي يسهم فيها القطاع الخاص وعن مصادر التمويل الدولية، وحرمتنا من المساعدات والعون الخليجي. لقد اعتقدنا أننا نقود تنمية بعد أن وضعنا الخطط الاقتصادية، لكن في غياب مصادر التمويل. الشعارات الأممية لم توفر لنا العيش الكريم سوى أنها حققت لنا المساواة في الفقر والمساواة أمام القانون، ومع ذلك كان التعليم جيداً وإلى حد ما الصحة، لكن في المحصلة لم نستطع مواصلة تحقيق التنمية المرجوة، واعتمدنا كلياً على تحويلات المغتربين في توفير السلع الغذائية الرئيسية في ظل حصار اقتصادي إقليمي ودولي. وللأسف جعلتنا التوجهات السياسية جزءاً من منظومة الصراع بين الشرق والغرب بعيداً عن أسواق الإنتاج ورأس المال ومصادر التطور. هل نستطيع القول أن نظرية الرجل المجنون التي سار عليها الرئيس نيكسون في الماضي أصبحت جيدة وفعالة مع ما يقوم به ترامب، حيث أن العالم بدأ يتجاوب مع وجهة نظر ترامب وفقا لصحيفة الديلي تيليغراف؟ الناتو يناقش زيادة ميزانيته تجنبا لانتقادات ترامب. تقول الصحيفة أن حلف شمال الأطلسي الناتو يسعى لتجنب الدخول في صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة قادة الدول الأعضاء المقررة الأسبوع المقبل في لندن، وأعلن أن أغلب الدول الأعضاء قد وافقت على زيادة حجم مشاركتها في ميزانية الحلف. وأضاف أن الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرينغ أكد أن رومانيا وبلغاريا ضمن الدول التي وافقت على زيادة مشاركتها في الميزانية لتصل إلى الهدف الذي حددته الدول الأعضاء سابقا. وأوضح أن أعضاء الناتو اتفقوا في 2014 على أن تصل نسبة مساهمة كل دولة 2% من حجم إنتاجها الاقتصادي المحلي بحلول العام 2024. مضيفا أن ترامب يواصل ضغطه على الدول الأعضاء بعدما انتقد ما وصفه بتعرض بلاده للاستغلال، حيث تدفع الكثير من المال ضمن ميزانيته الحلف مقارنة بدول أوروبا التي تأخذ حماية الولايات المتحدة على أنها شيء مسلم به. في الأخبار المنوعة نطالع من موقع جريدة القبس الكويتية. الصين، التسول أصبح إلكترونيا. وقال الموقع إن متسولين في الصين ابتكروا طريقة جديدة في التسول يواجهون بها كل من يعتذر لهم ويتحجج بأنه لا يحمل مالا عن طريق قبول التبرعات عبر الهواتف النقالة. وذكرت شركة شاينا شانل الصينية للتسوق الرقمي أن العديد من المتسولين تدفع لهم الشركات المحلية والشركات الناشئة للترويج لاستخدام الدفع الإلكتروني عن طريق الباركورد. وقالت الصحيفة أن عليك أن تفكر في عذر آخر مثل آسف بطارية الهاتف لا تعمل. اعتراف الولايات المتحدة بالمستوطنات سوف يؤذي إسرائيل أكثر مما يساعدها. تحت هذا العنوان كتب مايكل كوبل في صحيفة فورين بوليسي. إعلان الوزير مايك بومبيو يوم الاثنين قبل الماضي عن أن الولايات المتحدة قد نقضت الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية منذ 4 عقود، الذي اعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، لم يكن مفاجئاً. كانت إسرائيل ثابتة في الإصرار على أنه لا يمكن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال المفاوضات بين الجانبين، وأنه لا يمكن فرض أي حل على الطرفين من الخارج. صممت الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في كثير من النواحي لمنع الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية،
وتضمنت هذه الجهود شن حملات الضغط ضد الهيئات الدولية التي تقبل بفلسطين كعضو، والاعتماد على الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن لمنع الأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة عضو كاملة. كان أحد أسباب قبول المجتمع الدولي ضمنياً بهذا النهج هو سيادة المفهوم على نطاق واسع بأن سيطرة إسرائيل بحكم الأمر الواقع على معظم أنحاء الضفة الغربية هي سيطرة مؤقتة، وفي حين أن الولايات المتحدة تبقى جهة فاعلة دولية مهمة، فإنها ليست الجهة الفاعلة الوحيدة، وقد أظهرت إدارة ترامب على وجه الخصوص موهبة في حشد الإجماع عن غير قصد على المعارضة لسياستها بدلاً من دعمها. على سبيل المثال، لم يؤدي الموقف الأمريكي بشأن القدس إلى طوفان من الاعتراف الدولي بالقدس كعاصمة لإسرائيل أو إلى نقل واسع نطاق الاستفارات من تل أبيب إليها، بل انتهى به الأمر إلى تحفيز الدول الأخرى على تعزيز مواقعها الحالية في تل أبيب باعتبارها الموقع المناسب لوجود سفارتها في إسرائيل. إن الإجماع الدولي هو شيء مضحك، قد يكون من المثير للغضب أن تكون على الجانب الخطأ منه، لكن من النادر أن تكون على الجانب الخطأ منه في كل قضية. ولم تدخل إسرائيل في هذه الفئة بعد، لكنها إذا نجحت في تقويض فكرة أن ما يعتقده بقية العالم يجب أن يكون مهماً، فإنها قد تندم قريباً على فتح بوابات الفيضان التي وفرت لها الحماية حتى الآن بشأن قضايا مثل المقاطعات والدولة الفلسطينية، ومن الممكن أن يغرقها مثل ذلك في المستقبل في فيضان من الانتقادات والرفض الدولي القاسي. التقط علماء الفلك في المناطق النائية من غرب أستراليا صوراً لمركز المجرة التي نعيش فيها، ويقول الخبراء أن دراسة مجرتنا تشبه محاولة الإحاطة بالصورة الكلية لغابة واسعة أثناء الوقوف في منتصفها، ولكن الغبار والغاز يحلان محل الأشجار في حجب الرؤية. البي بي سي نشرت مجموعة من هذه الصور نتابع. عندما خاف المبدعون من السجان ومن مقص الرقيب ومن أعين السلطات الدكتاتورية، ذهبوا إلى الألوان والريشة ورسموا آراءهم ومواقفهم، وأصبح ذلك يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة ما نشرته الصحف اليوم من تلك الرسومات. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.